أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بجماهير أعظم نادي في الكون، وحلقة جديدة من الأهلي خط أحمر. أهلا بك فارس. أهلا بك يا أسامة، وأهلا بكل مشاهدينا. وكالعادة النادي الأهلي في طريقه إن شاء الله لحسم لقب دوري جديد. هانت قربت، 3 نقاط لينا مباراة إن شاء الله نقدر نفوز بيها، يكون لنا أفضلية على المنافس في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، وده مش هيتحقق غير بأن يكون في دعم جماهير النادي الأهلي. دعم جماهير النادي الأهلي اللامحدود، الجماهير اللي دايما بتمنح للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يمنحها في النهاية السعادة. هو ده دور جماهير النادي الأهلي منذ إنشاء النادي الأهلي، والأهلي فارق عن الكل بجماهيره، جماهير النادي الأهلي اللي دايما في المواقف الصعبة بتكون موجودة، ولولا جماهير النادي الأهلي لما تحققت الانتصارات. فبإذن الله بإذن الله بدعم جماهير النادي الأهلي وبتكاتف الجميع، مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين، نقدر نستكمل مسيرة الإنجازات ونحقق بطولة ربما أصبحت صعبة في الآونة الأخيرة، ولكن دايما إن شاء الله النادي الأهلي لكل صعب بيتواجد وبيقدر يحقق الانتصارات. عليك مسؤولية. أيوة أنت عليك مسؤولية، وأنا عليا مسؤولية، وكل منظومة النادي الأهلي عليها مسؤولية، بس مسؤوليتك أنت كبيرة جدا، لأن قرارك أو سلوكك أو تصرفك مش بس مرتبط بيه. جمهور النادي الأهلي طول الوقت هو العامل الأساسي في المعادلة، وهو طول الوقت العامل الحاسم في أوقات كتير جدا، بطولات كتير جدا ما كان ليحققها الأهلي لولا ثقتكم، لولا أن كل واحد فيكم كان مؤمن أن فيه لسه فرصة. الفرصة في ايدينا، وجمهور النادي الاهلي في الفترة الجاية مطالب يكون داعم اكتر من اي فترة مضت، لان هي جولات الحسم، وده عهدنا بجمهور النادي الاهلي اللي عمره ما تخلى عن النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اتخلى عنه. بالتأكيد يا فارس، عمره ما تخلى عن النادي الاهلي ولا النادي الاهلي بيتخلى عن جماهيره، بل بالعكس النادي الاهلي عارف ان قوته دايما في جماهيره. النهاردة النادي الاهلي بيصدر قرار بشكوى للمجلس الأعلى الإعلام ضد بعض مقدمي البرامج وبعض البرامج وبعض القنوات. احنا هنا منهجنا دايما بنقول تناول بلا تطاول، ولكن لما بيحدث في برامج أخرى وفي قنوات أخرى تجاوز، لازم النادي الأهلي بيتصدى لهذه المشكلة. النهاردة النادي الأهلي بيشكو قناة الحدث، وتوجه اليوم أو تقدم اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكاوي ضد قناة الحدث اليوم ومقدم البرنامج في الجول أحمد جمال، الذي تبث ذات القناة مصحوبة بالفيديوهات العديدة التي تتضمن تجاوز هذا البرنامج في حق الأهلي ومسؤوليه وجماهيره. وهو ده دور مجلس إدارة الأهلي، مش فقط دفاع عن مسؤوليه كمان جماهيره، ومحاولة تشويه بطولاته. وتكرر هذا الأمر كثيرا عن طريق مقدم البرنامج وضيوفه، الذي يختار شخصيات بعينها لاستضافتها للإساءة للأهلي وقياداته ومنتسبيه، في انحياز كامل وخرق واضح لميثاق الشرف الإعلامي، وإثارة للفتنة ودعوة للكراهية والانقسام بين أبناء الوطن. وده دور النادي الأهلي أنه دايما بيحافظ على أو بيساهم أنه هو يحافظ على لحمة أبناء الوطن. في ذات الوقت لم تكن هناك أي ردة فعل للقائمين على القناة والذين يتجاهلون خطورة ما يقدمه هذا البرنامج من دعوة للفرقة وللتعصب والاحتقان في الشارع الرياضي، خاصة أن مساحة الهواء التي يتم بث هذا البرنامج من خلالها، ودي نقطة مهمة جدا، هي مساحة مستأجرة من القناة لهذا الغرض الذي يتنافى تماما مع المصلحة العامة وتوحيد الصف بين الجماهير في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون، ودي نقطة أهم، ببيع مساحات هواء على الشاشات خوفا من إساءة استخدامها، وهو ما يحدث من جانب قناة الحدث اليوم والقائمين عليها. هذا وكلفت إدارة النادي الشؤون القانونية بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية ورفع دعاوى قضائية ضد كل متجاوز في حق الأهلي. وفي ذات السياق تقدم النادي الأهلي أيضا بشكاوى مماثلة مرفق بها الفيديوهات للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة تن وبرنامج البريمو.
هنا الكلام مدعم بأدلة مش كلام مرسل، أنا خلافي معاك مش مجرد اختلاف بالكلام. الذي تبثه ذات القناة ويقدمه كل من إسلام صادق ومحمد فاروق ومعهما الضيف الدائم رضا عبد العال، والذين دأبوا على مهاجمة الأهلي وإدارته ومدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والسخرية والتهكم عليه، ويحاول سالفو الذكر في حلقاتهم وباستمرار الانتقاد الحاد والإساءة لمسؤولي الأهلي والتعقيب على تصريحاتهم بانحياز للأطراف الأخرى، ويتجاهل هذا البرنامج كل ما يصدر عنهم بشكل سلبي، بل ولم يتطرقوا لما يرتكبوه من أخطاء تدعو للتعصب. هنا الأهلي بيقول أنت بتشوف بعين واحدة وتحض على الكراهية، ويتناسى مقدمو البرنامج وضيوفهم باستمرار أن التصريحات التي تصدر عن مسؤولي الأهلي عادة ما تكون رد فعل لتوضيح وجهة نظر النادي والدفاع عن حقوقي بالطرق المشروعة دون المساس بالمنافسين، وإزاء الصمت غير المبرر من القائمين على القناة لما يقدمه هذا البرنامج من محتوى غالبيته يتضمن محاولة الإساءة للأهلي وإيقاف مسيرة فرق الرياضية واستفزاز جماهيري. تقدم النادي الأهلي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام وكلف الشؤون القانونية برفع دعاوى قضايا ضد كل المتجاوزين في حق الأهلي ومخاطبة الجهات المعنية القائمة على منح التراخيص لمثل هذه القنوات. أيضا برنامج آخر وقناة أخرى ومقدم برامج اعتاد الإساءة للنادي الأهلي، النهاردة النادي الأهلي بيتقدم بشكوى أيضا للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة الزمالك وبرنامج زملكاوي الذي يقدمه خالد الغندور بمحتوى في معظم حلقاته يتضمن الإساءة للأهلي وقياداته ومحاولاته المستمرة لتشويه إنجازات فرقه الرياضية، بالإضافة إلى استخدامه أساليب تهكم وسخرية بحق مجلس إدارة الأهلي، ولم يتوقف عن نهجه الذي يترتب عليه الانقسام وإثارة الفتنة. وقدم النادي العديد من الفيديوهات التي تتضمن ما يرتكبه الغندور وبرنامجه من أخطاء في حق الأهلي وتجاوز مرفوض. لم تكن كمان هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الأهلي بشكواه ضد خالد الغندور أو ضد مقدم برنامج زملكاوي، فقد سبق شكواه عدة مرات لارتكابه نفس الإساءات واستفزاز جماهير الأهلي والتطاول على قيادته واستخدام أساليب غير لائقة، وتم إيقافه وبرنامجه من قبل المجلس الأعلى للإعلام. لكن المؤسف، وده فعلا المؤسف، لم يستوعب مسألة الإيقاف ولا خطورة ما يأتي على لسانه في الحلقات التي يقدمها، وتدرس الشؤون القانونية بالنادي اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشأن. ده طبعا النهاردة بيان النادي الأهلي بمنتهى الوضوح في إساءات، فالنادي الأهلي بيرد عنه هذه الإساءات، وكما اعتدنا النادي الأهلي دايما بيلجأ إلى الطرق القانونية وبيسلك الطرق المشروعة. في عهد المجالس السابقة لنادي الزمالك كان بيحصل برضو بعض التجاوزات، النادي الأهلي مكانه واحد لغير المجلس الأعلى للإعلام والطرق المشروعة والقانون عشان يحافظ على حقوقه وحقوق جماهيره. هو ده النادي الأهلي. احنا دايما مع فكرة التناول، ولكن دايما بنقول التناول يكون بلا تطاول، فلما يحدث تطاول وتجاوز وتهكم وسخرية والأمر مستمر بشكل يؤدي إلى استفزاز الجماهير فكان لابد من وقفة، والأمر الآن أمام المجلس الأعلى للإعلام مدعوم بكل المواد الفيلمية، مدمج معاه التجاوزات والإساءات والسخرية واللي احنا عصرناه الفترة الأخيرة بشكل أصبح يعني سيء جدا ومستفز الجماهير النادي الأهلي بشكل أو بآخر، وكلنا على علم وعلى يقين، وكمان كلنا متابعين النموذج اللي بتقدمه قناة النادي الأهلي من إعلام بيحترم الجميع يتناول الجميع، ولكن لا يتطاول على أحد ولا يتجاوز في حق أحد ولا يقلل من إنجازات أحد ولا يشكك في بطولات أحد إن وجدت. فأتمنى أن المجلس الأعلى للإعلام ياخد القرار المناسب حفاظا يا فارس على زي ما النادي الأهلي قال لحمة أبناء الوطن. نحن دعاة منطق وأصحاب المنطق أبدا أبدا بيكونوا عارفين بوصلتهم وبيكونوا عارفين طريقهم، وفرق جدا ما بين إثارة الأزمة وما بين الدفاع على حقوق ناديك، وهذا هو عهدنا بمجلس إدارة النادي الأهلي دائما مدافعا عن حقوق النادي الأهلي. نشوفكم بعد الفاصل لأن معانا حلقة وتفاصيل كلها مهمة جدا، منتظرين.
اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي ده عندي بالحياه. انت وانت بتتفرج على النادي الاهلي وانت منتمي للنادي الاهلي وانت مشجع للنادي الاهلي لازم بتاخد دروس، ولازم بيقابلك بطولات احيانا بتكون ملهمه، وكمان شخصيات لازم تكون ليك ملهمه. الملهم النهارده هو شخصيه، هي شخصيه الموسم منذ تسلمه شارة القياده، وهو بيقدم نموذج لازم يكون ملهم للاخرين. الكابتن محمد الشناوي بيتالق وبيسطر التاريخ وبيكتب التاريخ في الاولمبياد كاقل حارس مرمى او كافضل حارس مرمى دخل مرمى هدفين فقط لا غير في تاريخ الاولمبياد في خلال اربع مباريات. بطولة 92 كان نادر السيد حارس المرمى سكنت شباكه أهداف في كل المباريات. في بطولة 2012 أحمد الشناوي كان حارس المرمى سكنت شباكه أهداف في كل المباريات. الكابتن محمد الشناوي الملهم النهاردة بيطلع باربع مباريات 2 كلين شيت كأفضل إنجاز حققه الحراس في الفترة الأخيرة. محمد الشناوي فارس ملهم منذ 2008 وخروجه من النادي الأهلي ثم رحلة من التعب والجهد والمصابرة والصبر والفشل أحيانا ثم عودة لصناعة مجد مع النادي الأهلي. الشناوي درس لكل واحد فينا في الحياة مش بس في كرة القدم. الشناوي بيديك رسالة إزاي أنت تقدر ترجع نفسك، إزاي أنت تقدر تشتغل على نفسك. زي ما قال لكم أسامة، الشناوي خرج من النادي الأهلي ولكن أبدا لم يخرج النادي الأهلي من داخل الشناوي. الشناوي في كل لحظة كان عنده إصرار إن هو هيرجع النادي الأهلي. رجع الشناوي النادي الأهلي كان الحارس الثالث في فترة كان فيها إخفاقات كتير للنادي الأهلي. لعب الشناوي وخد فرصة، اتحارب كتير، ناس كتير وقفت ضده، ناس كتير ما كانتش عايزاه يوصل للحظة اللي يكون فيها واحد من أفضل الحراس في إفريقيا إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق. كمان الشناوي عنده الشخصية، يمكن ما يميز الشناوي هو شخصية قريبة جدا من شخصية كابتن ثابت البطل في رأيي. الشارة اللي على كتف الشناوي أو على دراعه مش مجرد حتة قماش، الشارة اللي على كتف الشناوي هي التزام. الشناوي أصبح الحارس المصري الوحيد اللي لعب في كأس العالم للأندية، أمم أفريقيا وكأس العالم، هو اللي جمع بين كل الفخر ده بالإضافة لأخيرا الأولمبياد. الشناوي رحلة كفاح لسه مستمرة، عشان ربما يجي يوم نقول الشناوي أعظم حارس في تاريخ الكرة المصرية، وهو قادر إنه يعمل ده. أرقام الشناوي في البطولة كانت تستحق إن احنا نقف عنها، عندها 16 تسديدة، عنده تصديات 14، تصديات من داخل ال 18 9، وده رقم صعب جدا، تصديات من خارج ال 18 5، استقبل هدفين زي ما أسامة قال لكم، في رقم ومعادلة جديدة جدا. البعض كان بيقلل من قيمة اختيار الكابتن محمد الشناوي، وكعادة الكابتن محمد الشناوي دايما بيرد في الملعب، بيرد بالاجتهاد، زي ما كان البعض بيشكك في انه يكون الحارس الاول. في كان 2019 كان من افضل اللاعبين هو والكابتن طارق حامد لاعب نادي الزمالك. النهارده في الاولمبياد الكابتن الشناوي ملهم، بتتحدث عنه المواقع الاجنبيه، خلاص بقى حديث في البرازيل بعد تألقه امام بالميراس والنهارده تألقه. وطبعا الكابتن حازم امام النهارده قال لولا وجود الشناوي كان ممكن البرازيل تكسب مصر 5. دي الصوره اللي كل جماهير النادي الاهلي عقبت عليها، قوم يا بطل لقد شرفت النادي الاهلي، انت فخر الصناعه المصريه. من وجهه نظري ان الكره المصريه من حقها الان ان تفتخر بوجود حارس مرمى بقيمه الكابتن. التاريخ النهارده مش حكايه لاعب وقع مع النادي الاهلي، لاعبين كتار، لاعبين عظام بيوقعوا مع النادي الاهلي، لكن الظروف اللي وقع فيها محمد مجدي قفشه، الانتقال عكس الاتجاه اللي عمله محمد مجدي قفشه، الانجازات اللي حققها محمد مجدي قفشه بالتاكيد حطته على بدايه طريق الملهمين. في الوقت اللي بعض ابناء النادي او كنا نظنهم ابناء النادي خدوا الاتجاه المعاكس وشافوا الطموح بعيدا عن النادي الاهلي، وده حقهم تماما، اعتقد هم حاليا اكثر ناس بتحاسب نفسها على الاختيار. جاء محمد مجدي قفشه قال انا النادي الاهلي، انا حلمي النادي الاهلي، انا طموحي النادي الاهلي، انا براهن على النادي الاهلي. وفي قاموس النادي الاهلي
اللي بيراهن على النادي الاهلي صدقوني دايما دايما هو الكسبان. النهارده فارس مر بسنتين على تعاقد النادي الاهلي مع محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بالنسبه لي هو استمرار وامتداد لروح بتسكن النادي الاهلي، وهي فكره اللاعب اللي بيكون موجود في كل جيل عظيم عشان يكون اللاعب الاساسي في صناعه هذا الانجاز اكيد بكل المعاونه مع اللاعبين. ارجع في تاريخ النادي الاهلي، مختار التتش، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمد ابو تيكه، محمد مجدي قفشه، دايما هتلاقي حد طالع من البيوت البسيطه شبهنا، شبه الجمهور، شبه النادي الاهلي، بيصنع مجد. قفشه فهم حاجه، قطر النادي الاهلي ماشي لمحطه اسمها المجد، يا تركب في قطر النادي الاهلي اللي رايح محطه المجد دي، يا تنزل وسط الطريق، يا تختار قطر تاني رايح محطة تانية. ممكن تعتقد ان القطر التاني ده الطموح فيه انه يوصلك اسرع، ممكن تقتنع ان القطر ده هيوصلك لمكان تكسب فيه حاجات اكتر، بس صدقني الرحلة بتاعة قطر النادي الاهلي ثبت تاريخيا ان هي الرحلة التي يتزين بها كل من انتمى للنادي الاهلي، وكان من بين هؤلاء اللي لم ولن ينساهم جمهور النادي الاهلي. فرأيي انت يا قفشه الان في قطار المجد للنادي الاهلي، نصيحه نصيحه، اوعى تنزل في اي محطه غير لما تنتهي رحلتك وانت في محطه المجد. كل سنه وقفشه موجود في النادي الاهلي، كل سنه واللاعب اللي اختار النادي الاهلي وقت ما كتير جدا كان بيفكر يختار حاجه تانيه. بالتأكيد يا فارس، ولكن في النهاية هو كل شخص وله طموحه، ودي كلام أو دي جملة سمعناها مؤخرا في الإعلام من أحد اللاعبين اللي قال كل واحد بيحسب طموحه على حسب احتياجه أو على حسب ما هو شايف. قفشة حسب طموحه من كل شيء، المجد، البطولات، الشعبية، الشهرة، كمان المقابل المادي اللي بيتحقق، التاريخ، كل شيء ممكن تفكر فيه هتلاقيه موجود في النادي الاهلي. قفشه اللي كتب بعد البطوله الخامسه 5 بطولات مع النادي الاهلي، كنت فاكرهم زمان كتير، دلوقتي لا خلاص دول قليلين، انا عندي طموح اكبر من كده. قول لهم جيل ابو تريكه ووائل جمعه راجع تاني. صحيح احنا مش بنستنسخ اجيال، ولكن كل جيل ولسماته الشخصيه. اعتقد الجيل ده على الطريق ان هو يتسجل في تاريخ النادي الاهلي ضمن افضل الاجيال. رحلة محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي ايه؟ رحلة محمد مجدي قفشه للنادي الاهلي ودخوله النادي الاهلي والساعات الصعبة اللي كان بيقضيها، بل الايام الصعبة اللي كان بيقضيها من اجل تحقيق الحلم، عايزين نستعرضها تكريما وتقديرا لدور محمد مجدي قفشه اللي اختار في وقت كان مهم جدا ترسخ الصورة الذهنية عند مشجعي النادي الاهلي ان الطموح هو النادي الاهلي، المجد هو النادي الاهلي، البطولات، الانجازات، كل شيء ايجابي هتلاقيه موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو جنة الكرة المصرية على الارض، النادي الاهلي هو الحلم لكل حالم ان هو يصل للقمة. نطلع نشوف محمد مجدي قفشه وهو بيروي تفاصيل تعاقده مع النادي الاهلي. كان عايز نروح الزمالك. كان مين ساعتها بقى المدير الفني؟ كان مستر دوساب. دوساب قال لك روح الزمالك ما تروحش. هو كان عايز ابراهيم حسن. فعايز يعمل تبادل. فانا قلت له لا، انا نفسي اروح العب في النادي الاهلي، وده المكان اللي انا بحبه وعايز اروح فيه. طبعا مع كامل الاحترام لنادي الزمالك، يعني حاجه كبيره يعني، ما تزعلش، مش انا اللي هتكلم على نادي الزمالك او اروح اقول نادي الزمالك ايه يعني. نادي الزمالك نادي كبير من غير اي كلام. فقلت لهم لا، انا اروح الاهلي. فحتى قعدت معاهم، كان ليا فلوس. فقالوا لي لو رحت الزمالك هتاخدها. قلت له لا، انا رايح الاهلي ومش عايز ايه الفلوس. قعدنا بقى نعمل مشاكل. انا قعدت يا كابتن 3 ايام. اقسم بالله ما بنام، ما هم منعيني من التمرين. منعينك؟ ما اتمرنش مع الفرقه، كنت بروح للعمال. يا نهار ابيض، 3 ايام على كده. اقسم بالله الكابتن عبد الرحمن اسماعيل واسلام يخلصوا. كابتن تامر كمان دخلته في الموضوع شويه. مين تامر؟ كابتن تامر النحاس. عشان اخلص الموضوع. 3 ايام على كده. لحد في يعني خلاص بكره الساعه 12 الدنيا هتقفل. هيقفلوا خلاص. قالوا لي بالليل انت بكره تروح نادي الاهلي عشان ايه؟ توق عشان تخلص. احنا خلصنا وعمرو بسوني جه معايا وروح. اقسم بالله يا كابتن انا قعدت من الساعه 4 العصر. حضرتك عارف اتحاد الكوره طبعا. طبعا. قعدت قدام اتحاد الكوره من 4 العصر لحد 9 بالليل.
بتهزر؟ اقسم بالله في العربيه. ليه بقى؟ ما اعرفش دول يطلعوا بتوع بيراميدز يقولوا لا احنا عايزين فلوس، بتوع الاهلي عايزين يخلصوا، وانا قاعد في العربيه. انا ابويا كلمني 100 مره. عملت ايه؟ قلت له يابا ما تكلمنيش تاني، اول ما اخلص وامضي انا هقول لك هبعت لك. اقسم بالله كابتن لحد 9 بالليل. ففي الاخر راح عمير مكلمني وعمر قال لي تعالى نخش النادي الاهلي. دخلت نادي الاهلي بقى. فاول ما عملت دي موقعت، رحت مكلم بلد كلها. لا والله، والله العظيم قبل ما حد يعرف اي حاجه. فلوس كام ولا بتاع ايه ولا حاجه؟ لا لا، ما كابتن تامر بقى كان متكلم معاهم بس انا ما عرفتش حاجه يعني. والله والله كانوا هم عرفوني بعد ما رحت بقى، خدوني العقد بتاعي قال لك ده كذا وكذا وكذا. قلت لهم ماشي. في حاجات في الاهلي اهم من الفلوس كلها. اهم؟ طبعا. انا لابس تيشيرت احمر. فرقه معاك للدرجه دي؟ والله العظيم انا في نعمه. في نعمه؟ طبعا في نعمه، اقسم بالله في نعمه. واللي ما يستغلش النعمه اللي هو فيها يبقى هو اللي غلطان، هو اللي هيشيل بعد كده. بص يا كابتن، انا كنت في مكان وبقيت في حته تانية خالص. اقسم بالله احنا في نعمه، اقسم بالله انت جميل. انا كنت في مكان ورحت لمكان تاني خالص. محمد مجدي قفشه بفطرته نفس البدايات يا قفشه، نفس البدايات، نفس التسجيل في النهائيات يا قفشه. انت على طريق المجد يا قفشه، حافظ على نفسك، وانا عارف ان انت بتحافظ على نفسك. لكن الكلام اللي بيطلع بالفطره ان واحد 3 ايام مش بينام، واحد كان هيدخل في مع ابراهيم حسن في صفقه تبادليه، لو رحت نادي الزمالك هتاخد الفلوس. كلامه المحترم عن نادي الزمالك ان هو نادي كبير، وهو بالفعل كذلك، لو رحت نادي الزمالك هتاخد الفلوس اللي اتخصمت منك. انا مش عايز الفلوس، عاوز النادي الاهلي. في حاجات في النادي الاهلي اهم من الفلوس. قبل ما نقدم الفيديو قلت لكم كل واحد بيشوف طموحه تبعا ما ينقصه او تبعا ما يحتاجه. قفشه كان عارف ان هو ينقصه المجد، وحاسس بنعمه النادي الاهلي، وزي ما قال اللي يفرط في النعمه دي هو اللي يستحق يتعاقب. نفس البدايات، العلاقه بين الاب، الخمس ساعات اللي حوالين اتحاد الكره، القلق والتوتر المصاحب لفكره التوقيع للنادي الاهلي، وكان كل شيء ارتاح وكل البلد عند قفشه فرحت لما قفشه وقع للنادي الاهلي. ربنا كافئه عشان يتقال هو ولدنا قفشه، هو 19 في نهائي القرن، ثم النهائي اللي بعده يجد قفشه برضه لنفسه مكان وسط بصمات لاعبين كبار سجلوا في نهائي دوري ابطال افريقيا. نتمنى الاستمرار في النجاح والتوفيق يا قفشه. عشان تحقق حلمك بتمر بصعوبات، اللحظه الاخيره دي كان قفشه بيحكي فيها ازاي حقق حلمه وازاي اتمسك بيه وازاي اتغلب على الصعوبات. تظل رسالة على لسان قفشة. ممكن البعض يجي يقول لان قفشة دلوقتي بقى في النادي الاهلي بيقول كده، ولكن التاريخ لا ينسى امثال قفشة ويسجل لهم مواقفهم على لسان كابتن احمد حسن القائد التاريخي لمنتخب مصر. تعالوا نشوف وهو مدير كورة بيراميدز كان بيقول ايه عن قفشة ورغبته وحلمه في الانتقال للنادي الاهلي. قفشه لما قالك لما كان عايز يروح الاهلي ولا كان ايه اللي حصل بالظبط؟ لا بالعكس، انا كنت مساند لاني حسيت اني قفشه حابب ده. يعني هو كان مشكله الموضوع ايه؟ لما كنا موجودين في بيراميدز قفشه خلاص واخد قرار، هو كل تفكيره النادي الاهلي. مش بقى تفكير مادي، هو كل تفكيره دي للامانه. والله. للامانه، عشان كده هو بيستمتع وهو بيلعب في النادي الاهلي، حاسس انه حقق هدفه يعني. بالظبط. لما جه بعد السنة الأولى هو اتكلم معايا، كنت وقتها موجود كمدير الكورة ومشرف عام على الفريق، فاتكلم معايا. قلت له قفشة عايز تمشي النادي الأهلي مفيش مشكلة بالنسبة لي، بس يتقدم عرض رسمي، لأن في الأول وفي الآخر في إدارة نادي يجب إن أنت تحترمها، وبالعكس لو الأمور تمام أنا ما عنديش مشكلة خالص. وهو ممكن تفكيره في جزء منه كبير أنا كنت مبسوط بيه، وعايز يحقق طموحه، وعايز يحقق بطولات، عايز يحقق نجاحات مع النادي الاهلي. اكيد اسمه بيختلف. بيراميدز طبعا تجربه كبيره وتجربه مفيده، وانا سعيد ان انا كنت موجود في التجربه دي. ولكن طبعا انت بتتكلم على تاريخ، بتتكلم على اسم كبير، مقارنه حتى في التوقيت ده صعب شويه. يعني ممكن شويه يبقى بقى بيراميدز يبدا يعمل جيل كويس وبالظبط. فطبعا هو نزل صوره بتشيرت احمر على الستوري وكتب عليها طب انا اعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ يعني هعمل ايه تاني؟ يعني اللي هو معناه انا عملت كل اللي عليا، يعني فاضل اني على اداره النادي الاهلي بقى ان هي تتحرك. طبعا الصوره دي جات لي رحت جايبه، قلت له قفشه ما ينفعش كده، خصمت منه طبعا 250,000 جنيه وقتها. ياه. طبعا
انا اول مره اعرف الموضوع ده. لا طبعا لا، خصمت منه 250 الف جنيه. اه طبعا. وقلبك طوعك. اتوعت ده، انا قلبي وجعني دلوقتي. يا عيني عليك يا قفشه، 250 الف جنيه في تيشيرت الاهلي. بقول لك لا، مش في تيشيرت. تيشيرت لونه احمر. تيشيرت لونه احمر. اه بس الفكره كلها في ايه؟ هقول لك انا. بص، الموضوع مش قصه اني ما هو خلاص انت واحد بالنسبه له هو مش فايقه معاه الفلوس، هو خلاص قصه بالنسبه له، هو شايف قدامه، هو قصه بالنسبه له. خلي بالك على فكره، قفشه وايد ان يكون بياخد في الاهلي عقده اقل من بيراميدز. ايوه ده وايد. انا ما اعرفش عقده في 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 الاهلي كام، في الاهلي كام، بس انا عارف عقده في بيراميدز كام. وايد ان هو يكون ضحى ان هو عشان يروح النادي الاهلي. واعتقد ان هو يعني كسب رهان. هو التفاصيل احيانا هي اللي بتكون السر الحقيقي ورا ان انت تصدق اذا كان اللاعب عايز ده حلمه بجد ولا لا. قفشة لاعب اتعرض لخصم 250 الف جنيه عشان كان حلمه وتمسكه ان هو يكون داخل جدران النادي الاهلي اللي من هو صغير ده حلمه. في نفس اللحظة، ودي مفارقات القدر، كان بعض اللاعبين اللي خرجوا عن سور نادي الاهلي وراحوا النادي اللي جاء منه قفشه كانوا رافضين خصومات تم تطبيقها عليهم، وكانوا شايفين ان هم ما ينفعش يتخصم منهم. ايوه، مفارقه اللي اشترى الاهلي من اللي باع النادي الاهلي. ولانك اشتريت النادي الاهلي، فالنادي الاهلي اداك كتير قوي، اداك تاريخ، اداك بطولات، اداك فلوس. وايوه، في ناس ما بتحبش تسمع الجمله دي، ولكن هتظل حقيقه. هو ليه الجنيه في الاهلي ب10؟ عشان اللي قفشه حسه، وعشان اللي اكتسبه قفشه من جمهور النادي الاهلي اللي لا يمكن يعوض بمال. وبشوف الجنيه في الاهلي ب10 ده سعر صرف قليل قوي. الجنيه في النادي الاهلي بمليار، لان النادي الاهلي يقدر يديك اللي لا يمكن مكان تاني يديهولك. انا عاجبني جدا الكابتن احمد حسن اللي كان مسؤول في نادي بيراميدز، وبيتحدث عن قفشة اللي راهن الرهان الصح. البعض طلع في وقت من الأوقات من نادي بيراميدز مسؤولين يتحدثوا عن فكرة الطموح والنادي الأهلي بياخد بطولاته ازاي، لكن العميد الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر طبعا تاريخ كبير في كرة القدم بيتكلم وبيقول ان قفشة راهن صح، لان الفروقات واضحة جدا حاليا بين الأندية، وان الطموح الحقيقي هو النادي الأهلي. وعشان كده قفشة، عشان اختياره النادي الاهلي وحارب على النادي الاهلي، بيلعب بمزاج زي ما بيقول. لكن البعض ممكن يقول ان وارد جدا ما يكونش الرواية اللي حكاها قفشة، وفكرة ان هو اتدرب لوحده واتدرب مع العمال، والصراع اللي عاشه قفشة عشان اختياره كان النادي الاهلي يكون مش حقيقي. فجايبين لكم زميل لقفشة شاهد على الاحداث، نطلع نشوف رجب بكار وهو بيتكلم عن محمد مجدي قفشة. قفشة كان بينزل يتمرن مع العمال. مع العمال ازاي؟ اه والله اتعب شيء يقول لك الموضوع ده. يعني ايه مع العمال؟ ايوه طبعا، كان في فتره نزل كان دي صبر مع 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 الاداره برضو، ابلغوا قفشة ان الراجل مش عايزك معاه في المعسكر، في المجموعه يعني. فكان قفشة طبعا كان في وقت جاي له زمالك واهلي، فبيخلوه يتمرن لوحده زي موضوع انا كده لما كنت بتمرن لوحدي السنه اللي فاتت. مع مدربين مش مع العمال يعني؟ لا، كان بيروح والله قفشة كان بيلاقي عمال، ما كانش في حد بيروح يمرنه. والله لسه بكلمك. لا مش تقليلا كمان من العمال يعني، كان لا العمال، لا الناس في دماغنا بالظبط. كان بيروح يلاقي العمال، ما هو قفشه لوحده، فكان بيعمل ايه بقى قفشه انت عارفه ايه، حبوب وبتاع، فبياخدها بهزار بقى وبتاع، لحد ما ربنا كرمه دلوقتي. وشوف قفشه فين دلوقتي. شوف قفشه فين دلوقتي، ربنا كرمه ازاي. دي تصريحات بتؤكد ان تعرض قفشه لتدريب منفرد، تدريب مع العمال، عشان كان اختياره النادي الاهلي. لكن اكيد قفشة اختياره النادي الاهلي حاليا على قمة المجد مع النادي الاهلي، ومن اختاروا الخروج من النادي الاهلي اعتقد بالتأكيد يعني ينتابهم مشاعر الحسرة على اللي فاتهم من بطولات اتحققت بعد خروجهم من النادي الاهلي. مهمة جدا الفقرة دي، لان هي معيار. البعض احيانا بيقولك انت ليه بتسقط كذا على لاعبين مشوا من النادي الاهلي. ايوة، لان ده درس لكل لاعب بعد كده. المواقف دي لو انت فرطت في مكتسباتها وما قدرتش تبروزها، صدقني انت فرطت في حاجة كبيرة جدا. اللي زي قفشة لازم تديله حقه، واللي بيسيبك لازم برضو تشاور هو خسر ايه. تعالوا نشوف اصلا قفشة كان طموحه ايه على لسان وكيله من وهو لاعب صغير. نطلع نشوف الفيديو. قفشة والاهلي والزمالك،
الاهلي والزمالك. بس هو من اول يوم خالص يعني عشان يبقى برضه من قبل ما يكون في بيراميدز اصلا هو في انبي كان هدفه الاول وطموحه الاول ان انا ابقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي. هي دي اللي في خيالي من وانا صغير. فانت برضه بتبقى ساعتها عارف ان اللاعب هو اهلاوي وطموحه ان هو يبقى في الاهلي وان هو يبقى اسطوره من اساطير النادي الاهلي. فانت خلاص هو راح بيراميدز وجي الاهلي والزمالك فعلا داخلين بقوه ان هم ياخدوا الاثنين. يعني الزمالك دخل فعلا بقوه عن طريق استشار مرتضى منصور. قعدنا معاه مع المستشار مرتضى. انتوا قعدتوا معاه مع كابتن امير مرتضى. وكان طبيعي في عرض مقدم للاعب من هنا وعرض مقدم للاعب من الاهلي ومن الزمالك. فكان لازم نقعد ونسمع على الاقل. الزمالك عرض عليه كام؟ يعني ممكن ما اقولش الارقام ده كلام صعب. بس جايين والكهربطات والبدن مكلفين نفسنا عشان ما نقولش. لكن عامه عرض نادي الزمالك كان اعلى ماديا من عرض النادي الاهلي. والزمالك اغلى كان اكتر وكان المده اللي بتاعت عدد سنين اقل. كان 3 سنين هو في الاهلي مضى 5 سنين. كان في فرق على مدار يعني اول 3 سنين يعني هنا اول 3 سنين من غير ارقام يعني حوالي 25-30% زياده. هاخد كام بياخد في بيراميدز اكتر من الاهلي ولا اقل؟ اكتر من بيراميدز. يعني هو دلوقتي في الاهلي لو كان فضل في بيراميدز كان فلوسه في بيراميدز اكتر. يعني لو ياخد جنيه في الاهلي كان بياخد كام في بيراميدز؟ لا نسبة انا ما نسبة هو تقريبا نفس ال 20-30% زيادة بتاع نادي الزمالك هم اللي كانوا في نادي بيراميدز. قفشة كان واضح ما اختارش الرصيد اللي في البنك، اختار الرصيد اللي في قلوب الناس. بس في تفاصيل برضو مهمة فهمتوا الدرس. قصة عمرها ما كانت وكالة اهرام ولا فرق فلوس ولا ان النادي الاهلي بيدفع اكتر. القصة كانت ان اللاعب عارف انه في النادي الاهلي وفقا لتاريخ النادي الاهلي ممكن يكون اسطورة، ممكن يبني لنفسه تاريخ، ممكن يبني لنفسه مجد. عمر ما كانت الفلوس هي المعيار، بالدليل ان اللاعب ساب نادي بيديله عرض اكبر وراح لعرض اقل لمجرد ان عارف ان القليل في الاهلي كتير قوي. خلينا برضو عشان نكون امناء، البعض ممكن يطلع بفيديوهات لمحمد مجدي قفشه وبيقول ان هو عادي ان هو يلعب لنادي الزمالك. اعتقد محمد مجدي قفشه قال ان نادي الزمالك نادي كبير، واعتقد وكلاء محمد مجدي قفشه وضحوا صوره ان انت لما كان معروض عليك نادي الزمالك فقط لا غير، اللاعب اي لاعب في مصر لو ما جالوش النادي الاهلي وبيجيله نادي الزمالك فاكيد بيفكر في ان هو يروح نادي الزمالك لان بالفعل نادي الزمالك كبير. لكن الاختيار لما بيجي لك العقد من هنا ومن هنا بيبان انت عاوز ايه. في الفتره اللي جا فيها عقد النادي الاهلي فخلاص اي عقد مع احترامنا لكل الانديه محمد مجدي قفشه كان حاسم مصيره انا مع النادي الاهلي. كل سنه وانت محمد مجدي قفشه، كل سنه وانت ولدنا 19 محمد مجدي قفشه اللي في خلال سنتين حقق 6 بطولات مع النادي الاهلي. تذوق كل البطولات، 2 دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري، الكاس المصري، السوبر الافريقي، السوبر المصري. قل لي عايز ايه تاني مجد افضل من انك في اول موسمين ليك او في اول سنتين ليك بتحقق كل البطولات الممكنه اللي شارك فيها النادي الاهلي وكمان بتحقق ميداليه برونزيه، فبرونزيه كاس العالم للانديه. في مجد اجمل من كده؟ في حلاوه لعب في النادي الاهلي افضل من كده؟ لاعب تذوق كل البطولات الممكنه للنادي الاهلي محمد مجدي قفشه. مختلف معاك في كل البطولات الممكنه لان ده تقليل في الطموح ان شاء الله. لسه لا انا بقول لا مش بتكلم على عدد، بتكلم على انك لعبت في كل التنوع، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي، دوري عام، كاس مصر، سوبر محلي، سوبر مصر، سوبر افريقي، وكاس العالم للانديه. فبالتالي هو كل البطولات الممكن مشاركتك فيها. انت طبعا ما شاركتش في الكونفدراليه في دوري الابطال، فبالتالي هو حقق كل الالقاب دي. في لاعبين بتدخل انديه بل انديه نفسها ما بتقدرش تحقق كل الالقاب دي. ما عندكش طموح ان الاهلي يحقق كاس العالم للانديه؟ بالتاكيد جماهير النادي الاهلي طموحها لا يتوقف، وبالتاكيد محتاجين اننا نلعب او نصل للنهائي ونلعب على كاس العالم للانديه والظروف تخدم باذن الله ونقدر نحقق الحلم ده. قادرين جدا، وشفنا قبل كده فرق اتيحت ليها الوصول للنهائي. واحلم لان الحلم في النادي الاهلي مهما كان قابل للتحقيق عشان تكون مسيرتك زي قفشه اللي لعب مع الاهلي 86 مباراه، سجل 16 هدف وصنع 20. تأثير قفشه داخل الملعب في لحظات كتير جدا كان تأثير نوعي بالكيف اكتر منه الكم. عارف يا قفشه
لو انت ما نزلتش السبع او الثمان مباريات اللي جايين دول بعد اللي احنا عملناه ده الناس ممكن تعمل فينا ايه؟ ارجوك خليك محمد مجدي قفشه اللي احنا نعرفه كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل لاعب في النادي الاهلي وكل لاعب اختياره النادي الاهلي موافق ويتم دعمه بشكل كبير جدا من الاهلي، وانا ثقتي في الجيل ده كبيره جدا. الجيل ده باذن الله هيسيب بصمات تاريخيه اكتر واكتر، اصبروا بس عليه زي ما قال بيتسو موسيماني كل اللي محتاجينه شويه وقت. نرجع بقى لاحداث ماتش الانتاج واسوان وتعامل الفن مع الرياضه. طبعا عندنا فنانين بيكونوا مشجعين درجه ثالثه صرف، لدرجه ان انت ممكن في وقت من الاوقات هتبص لمراتك بصه زي اللي بصها محمد فراج بالظبط، ومراته بتحاول تستفزه اثناء مشاهدته لمباراه الاهلي والانتاج. نسمع نشوف الفنان الجميل محمد، نطلع نشوف الفنان الجميل محمد فراج وهو بيتفرج على ماتش الانتاج. وهو كلمة السر لفريق الانتاج الحربي في اخر ثلاث لقاءات الكل يعلم التحكيم مش مدي 6 دقايق يعني عشان يعوض نهرج كرة القدم، مش حاسس ان الماتش مستاهل الصراحة كل ده. بنشوف فيها العدم، مفيهوش 6 دقايق. طب اسكتي اسكتي ليه؟ انت بتتفرجي اصلا؟ لا انا كنت بس. طب خلاص ما تحرقيش دمنا بقى اسكتي. اللي انت بتقوليه ده النادي الاهلي، انت اصلا ما بتشوفيش اللي بيحصل في الماتش يا ابني. هو الاهلي بيكسب التحكيم معروف. الناس كلها الى خارج الملعب. في ايه يا محمد؟ في ايه محمد؟ ايه شايفين البصه اللي بصها محمد؟ يعني محمد كان هياكل المدام، نسى كل حاجه. بص مفيش تنافس في القلب مع النادي الاهلي واي شيء، مفيش تنافس. انا يعني بقول الكلام ده وربنا يستر لما اروح. ده محمد فراج اللي هو خلاص النادي الاهلي طبعا الحاله اللي كان عليها والانتاج متقدم 2-1 وحاله التوتر، ولما اتقالت له طب ما الاهلي يعني الحكام ومجاملات ومش عارف ايه، بص لها بصه كان ممكن لو طولت مع محمد نشوف تطور من طبعا فنانة الجميل محمد فراج اللي انا مصر ان انا كنت اقول محمد بركات لاعب النادي الاهلي الجميل. طبعا فنانة محمد فراج شيء جميل جدا، وده طبيعه النادي الاهلي في قلب كل اهلاوي. ولا انت عندك اعتراض؟ لا شايف ان كوميك ما خدش حقه وفكره في ايه. انا عايز اتاكد الاول، عندك اعتراض في قلبك شيء ممكن يقترب من حب النادي الاهلي؟ الله الوطن الاهلي ده معروف وربنا يستر عليك وربنا يستر علينا. احنا عايزين نقول حاجه احيانا اسامه وانا احنا في البدايه اصلا اي اهلاوي هو مشجع كتير جدا بنتسال ليه، يعني بيبقى في حالات انت بتوصل لها من العصبيه ومن الشغف ومن الفرحه بيتقال ليه. والله يا جماعه اللي حس وعاش حكايه النادي الاهلي هيعرف ان احنا مدينين بالفضل لاغلب لحظات الحياه اللي عشنا فيها سعاده للنادي الاهلي، فمهما كان شعورك مع النادي الاهلي مش هتقدر توفيه حقه. وده كمان اللي عاشه مشجع درجة تالتة دايما بيكون موجود مع النادي الاهلي في كل مكان، وهو فناننا المبدع برضو احمد فهمي. ودايما كده فناني الاهلي مبدعين، لان فراج كمان من الناس اللي انا بحبها جدا، شخصية مؤنس كلنا استمتعنا بيها، وكمان فهمي ادواره بيحاول دايما يكون فيها تنوع بيثبت انه ممثل كبير، بس كمان هو اهلاوي كبير. نطلع ونشوف الفيديو وهنا الزاهد كان ايه احساسها وهي بتشوف مشجع درجة تالتة. عشر لقاءات في شهر واحد من 25/7 ل 25/8. المشكلة ان هي شايفة ان هي بتقول ايه، هو بتحاول لكيان غريب، هي شايفة ان ده شعور مبالغ فيه. احنا احيانا بننزل بالنجفة من السقف للارض وبتحصل حاجات بتكون فيها على فطرتك الاهلاوية اللي مستحيل تحس بشعور من المتعة والخوف على النادي الاهلي والقلق والفرحه بالنادي الاهلي زي اللي بنعيشه مع الاهلي. الاهلي حياه. بالتاكيد الاهلي حياه. اخر حاجه بقى نتكلم فيها في مباراه الاهلي واسوان. طبعا احنا هنا من بدايه البرنامج وبنتكلم عن فار روم، منهجنا واضح ان احنا بنتكلم عن اخطاء تحكيميه، لا عمرنا مره شككنا في ذمه حكم، ولا مره اتكلمنا عن ضمير حكم، ولا مره اشرنا باي اصابع اتهام لاي حكم، وعمرنا ما قلنا اي اتهامات لاي حكم لا داخل مصر ولا حتى داخل القارة إلا لما بيكون في دليل مثبت على هذا الحكم. إذا تناولنا في الفقرة دي دايما تناول للأخطاء التحكيمية، ودي عادتنا ودي حلقاتنا دايما من فار روم. في مباراة أسوان حصل خطأ تحكيمي من وجهة نظري كان لازم نتوقف عنده بشكل كبير جدا، لأن خطأ في تطبيق القانون في التعامل مع بروتوكول الفار. نطلع نشوف الفيديو ده عشان نرجع نعقب. هنا محمد عادل صفر قبل
الكره واضحه وشوف بيصفر وقال ان الكره لمست يد. بغض النظر بقى خلينا نوصل للحجم، بغض النظر الكره جت في الايد او ما جتش في الايد، وانس ان الحكم صفر على لمسه اليد قبل ان الكره تجتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور الفار. محمد عادل صفر بان الكره لمست يد كويس ولغى. هنا الفار خلاص ملوش يتدخل. تتحسب ايه بقى؟ يحسب لمس اليد. مشكله فار ما يتدخلش، الفار معاه كوميونيكيشن سيستم، سامع الصفاره وسامع كل حاجه، المفروض ان هو يعمل كيب سايلنت، يسكت ملوش دور. قرار هنا احتساب لمسه اليد، لمسه اليد يعني الهدف غير صحيح. الهدف ده لا يحتسب. طيب. الحمد لله ان ما يعني تقول لي ما اثرش في كده. بس خلينا بهدوء كده نوضح القصه ماشيه ازاي. القصه ان احنا هنا مش بنتكلم الكره لمست ايد مهاجم اسوان ولا ما لمستش ايده، احنا مش بنتكلم هنا في القرار، احنا بنتكلم في تطبيق القرار. يمكن الكابتن احمد شوبير وهو بيعلق على المباراه قال ان ما ينفعش البروتوكول يتدخل، وقال ان محمد عادل صفر، وبما ان محمد عادل صفر انتهى ما بعد الصفاره. يمكن الكابتن احمد شوبير طلع انتقادات ليه كتير جدا، فجاب التلات اهداف ومحمد عادل وتعامله مع التلات اهداف ما كانش بيصفر، فلما يجي يصفر في التوقيت ده هو هنا مش بيصفر هدف، هو هنا بيصفر من وجهة نظره لمسة يد، وبالتالي تدخل الفار كان غير قانوني. أنا هنا بقى مش بتكلم هي لمست إيد ولا لأ، أنا بتكلم في بروتوكول الفار عشان عندنا حالات مشابهة برضو هنستعرضها معاكم، لكن ده كان كلام الخبير أحمد الشناوي. وأعتقد إحنا هنا يا فارس دايما بنتناول اراء الخبراء التحكيميين مش وجهه نظرنا. احنا لا نعقب بوجهات نظر لان التحكيم عامل شبه الرياضيات، هو لا يحتمل وجهات النظر. 1+1=2 خطا في تطبيق اهم او احد اهم القرارات الفنيه في التحكيم، وهو ان بما انك صفرت كل ما بعد ذلك يعتبر كان لم يكن. ولكن ما كانش ده الراي الوحيد، كمان كان معانا كابتن رضا البلتاجي وهو بيعقب على نفس اللعبة. نطلع ونشوف قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم جدا. الصفارة توقف او تلغي كل ما بعدها. تمام صح. يعني لو في صفارة اطلقت قبل تجاوز الكرة خط المرمى يبقى اواصل لازم القاضي. لا هو الحكم صفر اللي هي على اساس هي هاندبول، بس هي ما طلعتش هاندبول، يبقى القرار ايه هنا بقى؟ لا والفار قال للحكم ان الكره مش هاندبول، الكره ما جت في صدره خلاص. الصفاره كده وقفت اللعب. وقفت اللعب صح؟ وقفت اللعب. كابتن يعني الصفاره كده وقفت اللعب. كابتن رضا الراجل بتاع اسوان شاط الكره طلعت من رجله راحه في المرمى، ما فيش اي حد خبطها، ما تخطتش المرمى بس راحه في المرمى، الحكم صفر. كابتن الكره الصفاره قبل تجاوز الكره ولا بعد تجاوز؟ قبل تجاوز بس الكرة. بعد ما شاط قبل تجاوز المرمى الكرة تجاوزت الخط ولا ما تجاوزتش؟ في الحالة دي المفروض أنت تستأنف يعني مش هدف حقيقة كده. لكن محمد عادل قانونا احنا بنتكلم قانونا، عارف كابتن محمد عادل اتعامل بإيه؟ بروح القانون. بس هو ينفع فيها روح قانون؟ خطأ قانوني ينفع فيها روح قانون يا كابتن؟ لا هنا دي مفيش فيها قانون. عجبني أنا السؤال الواضح اللي بعيدا عن الحالة دي، لو لاعب بيسدد الكرة رايحة في اتجاه المرمى خلاص هتدخل والحكم لسبب ما صفر. كابتن رضا البلتاجي قال خلاص الامر محسوم، بما معناه ان ما بني على باطل فهو باطل. بمجرد اطلاق صافره الحكم حتى لو اللعبه كانت هتبقى هدف صحيح كل شيء بعد كده هو العدم سواء. ولكن اللعبه دي بتخليني ارصد حاجه، فكره عامه. اتحاد الكره عليه ان يتحلى بمسؤولياته في الفتره القادمه، لان ده جزء مش عايزين اي احتقان ولا شحن بين الأندية نتيجة قرارات تخص اتحاد الكرة. كابتن محمد عادل آخر مباراة كان حكمها كانت الأهلي وبيراميدز، ورجع كان فيها أخطاء زي عدم طرد دونجا في لعبة حمدي فتحي اللي شفناها كانت تستحق الطرد المباشر، ورجعنا بنلاقيه أول مباراة ليه بعد الأهلي وبيراميدز بتكون برضو مباراة الأهلي وأسوان. هنا لازم اتحاد الكرة ينأى ويربأ بنفسه تماما عن ان يكون الاعلام اللي بيطرح اسئله منطقيه وموضوعيه ما نحتاجش ان احنا نطرحها على اتحاد الكره، لان هو يعي مسؤولياته ويعي حساسيه الفتره المقبله. رساله هامه جدا لاتحاد الكره بالتاكيد يا فارس، لكن
بما اننا بنتكلم في حاله زي دي، وزي ما انا مؤكد تاني ان الكره مش بتكلم هي لمسه يد ولا لا، ولكن انا بتكلم في اجراء تطبيق قانون او بروتوكول الفار. وتخيل لو الهدف التاني كان اللي انقذه علي لطفي الدقيقه 93 كان دخل، كان ممكن المباراه دي يكون مصيرها ايه، لان ده خطا في تطبيق القانون. الغريب ان الكلام ده لما بيحصل مع النادي الاهلي في وقائع سابقه الصفاره بتنهي الجدل، ما بيتدخلش الفار. احنا جايبين مباراتين بعد تطبيق تقنية الفار، مباراة من الموسم الماضي ومباراة من الموسم الحالي. مباراة الموسم الماضي كانت مباراة الاهلي والمصري، هدف صحيح للنادي الاهلي، حكم المباراة امين عمر صفر قبل ما يدخل الهدف مرمى فريق المصري، الفار لم يتدخل برغم صحة الهدف. ده اللي احنا حابين نوضحه، لازم يكون في تطبيق للقانون على الجميع. هدف الاهلي كان صحيح ومع ذلك اتلغى. تعالوا ناكد لكم ان هدف الاهلي في مباراه المصري كان هدف صحيح من خلال برضو اراء خبراء التحكيم. نطلع نشوف الفيديو. طبعا التسلل مش موجود، نعم، يعني هو ما ادي باين اهو، ادي احمد الشيخ لحظه لعب الكره من دماغ مروان محسن. التسلل مش موجود. هنيجي بعد كده للالتحام، نعم، هيبان من ورا الجول. مروان محسن هو طالع اهو، طالع يلعب الكوره، حارس المرمى هو اللي بيتحرك رايح يشترك، نعم، في لعب الكوره. اللي انا عايز اقوله، مروان محسن لم يرتكب اي مخالفه، ما عملش اي حاجه. النهارده بيطلع يلعب الكوره، المحارس بيروح عليه. ان حارس المرمى كونه يقع مش معناه ان المهاجم ارتكب ضده مخالفه، لا. اللي حارس المرمى راح خبط في مروان محسن، نعم، والمدافعين وقع وسقط على الارض، والحكم احتسب الفاول. هدف صحيح طبعا، نعم، لم يحتسب. هدف صحيح طبعا، ولكن خلاص اتطبق بروتوكول الفار، الحكم صفر، مفيش تسلل، مفيش فاول، مفيش اي احتكاك، مفيش اي حاجه، والنتيجه كانت 0-0. المباراه دي طبعا الحمد لله انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0، لكن انا بتكلم والنتيجه 0-0 قانون او بروتوكول الفار اتطبق على النادي الاهلي برغم صحه الهدف، ولم يطبق لمصلحه النادي الاهلي لما كان الوضع معكوس وكان الهدف لفريق اسوان. فده حابين نلقي عليه الضوء، ودي ما كانتش الحاله الوحيده يا فارس، بعد تقنيه الفار كان في حاله كمان للنادي الاهلي. وده الغريب جدا، وكان هذا المشهد اللي شفناه في مباراه اسوان قاصر على تنفيذ القرار ضد النادي الاهلي فقط، اما القرار لمصلحه النادي الاهلي كنا بنشوف اكتر من وقعه بشكل مختلف. بواليا هدف مؤثر جدا لو كان اتحسب كان هيفرق معاه. شفنا برضو قرار بنفس الطريقه وعدم اللجوء لتقنيه الفار، لان الهدف خلاص كان الحكم قال فيه قراره. نطلع ونشوف الفيديو. لعيب النادي الاهلي ناطط مع شريف اكرامي حارس، الاثنين رايحين منافسه على الكره. الكره وقعت من ايد شريف. ده تنافس عادي جدا، تنافس عادي جدا. وانا ابرر الكره دي، انا لو حكم مباراه اكمل اللعب بسبب بسيط، انا لو حارس المرمى وطالع امسك الكره وفي دفع لازم الكره هتنزل قصادي. انا شايف طالما انت ما حسبتش، بس هي المشكله الناس قبل مش عايزين يعني نتهم الفار في اللعبه دي. قول لي ليه بس يا كابتن شوبير؟ لان يعني حتى انا وكابتن سمير يعني شفناها واكدنا عليها، ان كابتن جهاد جريشه صفر وانس ان الكوره بتقع من ايده. طب هاتوا لنا كملوا لنا اللعبه بقى عشان نشوفه صفر ولا لا. صفر. كمل يا بس استنى اهو لسه اهو اهو ها بص اهو برافو عليك بيصفر برافو عليك برافو عليك عشان بس خلاص. يعني نشيل الفار برافو عليك. صفر قبل الهدف، فبالتالي كان قراره يجب حتى تدخل الفار. وقال كابتن احمد الشناوي ما نقدرش نلوم الفار، ولكن مهم كمان ان احنا مش بس نعاقب في حاله تخص النادي الاهلي، مهم كمان ان الدوري يستفيد. فرساله لكل الحكام سواء المساعدين او حكام الساحه، في المساعد في فار، ما تتسرعش في رفع الرايه في اي لعبه، وحكم الساحه ما تتسرعش في الصفاره، في فار ممكن يديك الفرصه انك تراجع قرارك. ومش كل المباريات هتبقى زي مباراه الاهلي واسوان، ان حتى لو صفرت هيحتسب هدف على النادي. خلينا اكلمك في النقطه دي وندي مثال واضح بفيكتور جوميز في نصف نهائي دوري الابطال قبل الماضي امام الوداد. الاهلي حامل الرايه، رفع رايه في الدقيقه 4، مروان محسن سجل، فيكتور جوميز ما اطلقش صافرته،
ولجأ للفار واكتشفنا ان حامل الرايه كان خطأ في قراره وخطأ في تقديره اللعبه، وفيكتور جوميز كان صح في قراره وصح في انه يستمر اللعب وانتظار قرار الفار اللي منح النادي الاهلي هدف مستحق. فاحنا بندي السلبي وبنوضح لك نموذج ايجابي تتعلم منه، فده بالتاكيد مش عيب. عندنا الفار بيتطبق خلال سنه ونص، نتمنى ان يكون اخطاء الفار اقل من كده بكتير، لان البعض بيظن ان اخطاء الفار دي مرتبطه بنتيجه مباراه. يعني النادي الاهلي في مباراه بيراميدز خسر نقطتين، ركله جزاء ما اتحسبتش، هدف تم لسه جايبينه وتم الغائه، لكن في اثار نفسيه. لاعب زي والتر بواليا لما يجي ينزل في بدايه عهده مع النادي الاهلي ويسجل هدف في شباك مرمى بيراميدز اكيد هيوصل لقلوب جماهير النادي الاهلي وهيديله دافع ان هو يكمل بكفاءه، فدي كمان اثار نفسيه بتقع على لاعب واثار نفسيه بتقع على الفريق اللي طالع من تعادل عاوز يعوض اخفاقه في المباريات القادمه. فنتمنى محاوله ادراك الاخطاء التحكيميه، خاصه الاخطاء اللي احنا جبناها دي اللي فيها فارس عدم تطبيق لبروتوكول الفار. طبعا خطا في تطبيق القانون هو تحكيميا لما تيجي تتكلم بيبقى اسوأ حاجه. في فرق ما بين الخطا اللي قائم على مهاره الحكم، في فرق ما بين الخطأ القائم على تطبيق القانون، وده بيكون شيء صعب جدا. فنتمنى رسالة أخيرة لاتحاد الكورة تكون متولي مسؤولياتك وتعرف ان الفترة الجاية حاسمة جدا ولا تقبل الأخطاء. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل معاكم فار روم، لان التحكيم كان فيه كواليس مهمة جدا. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وطبعا كنا بنتكلم عن الاخطاء التحكيميه في مباراه اسوان وعدم تطبيق بروتوكول الفار. طبعا بنتكلم من اول الموسم حتى نهايه الموسم ان شاء الله عن فكره الاخطاء التحكيميه ومدى استفاده المنافس ومدى الضرر الواقع على النادي الاهلي. ومن خلال حلقات فار روم كنا رصدين عدد النقاط اللي فقدها النادي الاهلي بسبب الاخطاء التحكيميه وعدد النقاط اللي استفاد بها المنافس بسبب اخطاء تحكيميه تبعا لما رأى خبراء التحكيم. لو استعرضنا الأخطاء اللي حصلت الموسم ده في مباريات النادي الأهلي والنقاط اللي فقدها النادي الأهلي هنجد أنهم 9 نقاط على الأقل. ليه بقول على الأقل؟ عشان مباراة غزل المحلة كان ليك ركلة جزاء وطرد في بداية الشوط الثاني وانت متأخر 1-0، فممكن كنت تعادل وممكن كنت تقدر تفوز، ولكن خدنا الأقل، خدنا اللي هي نقطة واحدة على الأقل اللي هي نقطة التعادل. في مباراة وادي دجلة وركلة جزاء لبيكهام عدم احتسابها، مباراة البنك الاهلي الغاء هدف ايمن اشرف وكمان ركله جزاء لمسه يد على مدافع البنك الاهلي لم يتم احتسابها، مباراة الدور الاول. مباراة بيراميدز ولسه متكلمين عنها الغاء هدف وضربه جزاء لمحمد شريف، مباراة غزل المحله وكذلك مباراة الزمالك وركله جزاء لرامي ربيعه نتيجه دهس رجله من احمد ابو الفتوح. ف9 نقاط فقدها الاهلي من خلال الموسم الحالي في وجود الفار. 9 نقاط امر ليس سهل، ولكن ما يصعب الأمر أن المنافس استفاد بعض من النقاط. المنافس استفاد ب 11 نقطة، ولازم وإحنا بنتكلم هنا نبقى واعيين جدا أن جماعة كل الفقرات التحكيمية في مختلف القنوات هدفها أن تقول نتيجة المباراة إيه والأخطاء اللي أثرت على نتيجة المباراة إيه، لأن ده فلسفة مناقشة الأخطاء التحكيمية. فإحنا اللي بنجيبه مجموعة من الحالات، معاكم جدول يقدر أي حد وأي متخصص يراجع الحالات اللي احنا ذاكرينها، لو طلع في اي خطأ فيها يقدر هنا يحاسبنا، لان احنا بنتكلم بآراء خبراء التحكيم. استفاد نادي الزمالك من 11 نقطة نتيجة اخطاء تحكيمية. مباراة بيراميدز الغاء هدف، انبي ركلتين جزاء، كان ممكن انبي يكسب، المقاولين ركلة جزاء، بيراميدز ركلة جزاء، سموحة ركلة جزاء، الاهلي ركلة جزاء لقطة ربيعة، المصري ركلة جزاء، والمقصة ركلة جزاء. إذن الإجمالي 11 نقطة. نتمنى في الأمطار الأخيرة من الدوري يكون في اهتمام أكتر بالجانب التحكيمي عشان البطولة إن شاء الله بإذن الله يكون تتويجها لبطلها تتويج مستحق. هم دول 12 نقطة بس احنا كاتبين 11 نقطة، لأننا زي ما قلنا بنقول آراء خبراء التحكيم. ففي مباراة الزمالك وأسوان عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك، وده الخطأ الوحيد اللي جه ضد الزمالك، وبالتالي الزمالك فقد نقطتين بأخطاء التحكيم. فطبعا هتلاقوا إجمالي عدد النقاط 13، لكن احنا كاتبين 11 عشان عاملين حساب للينا واللي علينا
واحنا الحمد لله ما فيش اي اخطاء تحكيميه علينا خلال هذا الموسم من خلال اراء خبراء التحكيم، اخطاء مؤثره في نتيجه المباراه. نروح لنقطه ثانيه وكلام ثاني، هل النادي الاهلي يلعب؟ مش عاجب. طب النادي الاهلي ما يلعبش؟ برضه مش عاجب. هلعب بنون الدوليين؟ مش عاجب. هلعب بالدوليين؟ مش عاجب. تكافؤ الفرص فقط لغير لما النادي الاهلي يكون هو طرف في المباراه، وكل تكافؤ الفرص بيتناسى لما يكون حق النادي الاهلي مش موجود او مش قادر ياخد حقوقه في انه يلعب مباراته بشكل كامل. قصه كبيره جدا، البعض خدها بقى لسكه ايه، هو انتوا خايفين تلعبوا ليه؟ هو مش الاهلي بمن حضر؟ نطلع نشوف فيديو الكابتن رضا عبد العال عشان نرجع نعقل. مفروض طالما ان انت في مهمه قوميه وفي عندك لعيبه، مش بقول لك ده من الاهلي بمن حضر، ما تكمل الدوري، انت خايف ليه؟ خلاص النادي الاهلي اقوى حاجه في مصر، فمش هيقدر، فلازم ياجل. مع العلم ان انت لما جيت اجلت ماتشين سيراميكا وادي دجله قلت عشان افريقيا والارهاق، وهلعبهم بدون الدوليين فين؟ في الفتره اللي هو المنتخب بيلعب ماتشاته هناك، انا هلعب هنا من غير الدوليين. مش ده حصل؟ الاهلي من حضر مش معناها خالص ان الاهلي ما ياخدش حقه ويكون في تكافؤ فرص بينه وبين اي منافس. الاهلي من حضر لما يكون في عدد اصابات عندك، الاهلي من حضر لما يكون في قرار تربوي خده النادي الاهلي تجاه بعض اللاعبين، الاهلي من حضر لما لاعب يقرر في وسط الموسم او في اي وقت من الموسم يكون مش مكمل مع النادي الاهلي، فبالتاكيد الاهلي بمن حضر. لكن يبقى الاهلي بمن حضر ان انا العب بدون لاعبتي المنضمين للمنتخب الاولمبي؟ طب فين تكافؤ الفرص؟ بتتكلم عن مباراه وادي دجله وسيراميكا كليوباترا، المباراتين لما اتحط توقيتهم اتحط في وقت لا يسمح باللعبه اساسا، لان اللائحه بتقول ان انت المباراه اللي داخل القاهره او داخل مصر بتاخد راحه قبلها 4 ايام وبعدها 4 ايام، والمباراه الخارجيه راحه قبلها 3 ايام وثلاث ايام داخل مصر، واربع ايام واربع ايام خارج مصر، ففي 7 ايام المفترض كانوا بين مباراه طي صن داونز ما تقدرش تلعب فيهم مباراه، اتحط لك مباراه فتم تاجيل مباراتين. فالنادي الاهلي من اجل مصلحه الكره المصريه ومن اجل انتهاء الدوري العام في اقرب فتره ممكنه وافق ان هو يلعب عدد من المباريات بدون لاعبين. فنطلع نقول ان انت خايف تلعب، يعني المفترض الاهلي يعمل ايه؟ يكمل الدوري بدون لاعبين دوليين عشان يكون الاهلي بمن حضر؟ خلط غريب جدا في المفاهيم بين الاهلي بمن حضر وحق النادي الاهلي في تكافؤ الفرص. وبرضه عندنا شخص تاني بقى ربط الاثنين ببعض. قبل الشخص التاني يا اسامه، هو الاهلي بمن حضر فيها حاجه مهمه، انت قلت خلط رهيب، وخلط ممكن يكون مش مدرك الموضوع، ولكن انا بشوف ان هو تعمد. انت طول الوقت كنادي اهلي بيتزايد عليك باشياء تخصك، انت نادي المبادئ، اذا مش مفترض ان انت تعترض على اي حاجه، انت النادي اللي بيكسب وبيقدر يحسم مبارياته، يبقى لو اتظلمت تحكيميا ما ينفعش تعترض، عادي جدا وما تتحججش. الاهلي بمن حضر يتخذ منك اللاعبين الدوليين وتلعب في ظروف غير عادلة وبتوافق عليها في ظل إطار معين، فمفترض برضو تلعب وما تقولش ان انا مش هلعب اكتر من 3 مباريات. طول الوقت اللي بيعمل كده بيحاول يحطك في مجموعة من الاشياء بحيث تكون انت الطرف اللي بيلعب في اكبر عدد من الظروف الغير عادلة، وده مش هيحصل، لان النادي الاهلي بمن حضر بس كمان يعرف حقوقه ويعرف اللي ليه واللي عليه. طب نسمع بقى ازاي اصلا بعيدا عن النادي الاهلي كابتن محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجله ومدير الكره شاف الموضوع وشاف فكره تكافؤ الفرص فيما يخص اللاعبين في الاولمبياد. عارف حضرتك ان الجدول اما نزل للنادي الاهلي هو نزل 5 ماتشات او 4 ماتشات، خلينا نتكلم في ال4 ماتشات، بدايه بعد ما النادي الاهلي خلص بطوله افريقيا هيرجع يلاعب البنك الاهلي ثم الانتاج ثم اسوان ثم وادي دجله. نعم. تخيل ان ال4 فرق هم ال4 فرق المهددين للهبوط، هم اللي بيتصارعوا. صح. فاشوف اما وادي دجله ال3 فرق يلعبوا النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات، نقص عدد 6 لعيبه مع اصابات مع غيابات، ويجي وادي دجله يتاجل المباراه للمجموعه الـ6 اللي هترجع، مع طبعا اكيد راحه النادي الاهلي الفتره الجايه بالنسبه له هيبقى بشكل جيد. فكنت انا بالنسبه لي اتمنى ان يبقى ال4 فرق ياخدوا نفس القدر من تكافؤ الفرص، لان كده ال3 فرق استفادوا من الغيابات دي. هي غيابات ممكن الناس ما تشوفهاش مؤثره، لا هي مؤثره حتى على الاقل في التغيير يا كابتن بير. اما النادي الاهلي يبقى عنده 4 بس سوبر بره و2 فراوده، ولا عنده طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومكرم توفيق وي وي، فاعتقد ان كان طبعا
طبيعي جدا ان احنا كلنا نلعب الاهلي على نفس الوضع، ولكن الظروف ان خلت ان الثلاث فرق يستفادوا، وانا خلاص اترحل والعب في وقت تاني. فكنت اتمنى طبعا اتحاد الكوره من الاول يبص النظره دي، ان اما يتحط الاربع فرق وبعدين ممكن بقى المنتخب تاهل نرحل او ما تاهلش، يبقى خلاص الاربع فرص للفرق ديت خدوها كامله. انتم متخيلين الوضع؟ الكلام ده فيه جزء من السخريه كبير جدا. الفرق جماعها عايزه تقابل النادي الاهلي في الوضع اللي ما فيهوش تكافؤ فرص للنادي الاهلي، في الوضع اللي النادي الاهلي بيلعب فيه بدون لاعبين دوليين، فمش بس ثلاث مباريات، كمان وادي دجله عايز يشوف ان كان يلعب المباراه الرابعه عشان يستغل غيابات النادي الاهلي، ويستغل ان النادي الاهلي بيلعب في وضع ما فيهوش تكافؤ فرص، اقرارا من نادي وادي دجله وباقي الانديه ان النادي الاهلي كان بيلعب في ظروف ما فيهاش اي تكافؤ فرص. هو الحقيقه انا بشوف ان من حق محمد عبد المنصف ان هو يتكلم، لان انت لعبت ثلاث فرق من اللي بيتنافسوا على معاه النادي الاهلي بدون لاعبين دوليين. هو المفترض اللي كان يحصل ان النادي الاهلي ما يلعبش اي مباراه بدون لاعبيه الدوليين، حفاظا على تكافؤ الفرص. وعشان نشوف تكافؤ الفرص صح، لازم نشوفه على مستوى الصراع من اجل البقاء وكمان القمه. النادي الاهلي لعب بشكل فيه محاولة مساعدة لإنهاء الدوري في موعده، وده تقدير من النادي الأهلي للدور الوطني للاعبيه مع المنتخب الأولمبي، ولكن البعض شايف النقطة بالنسبة له وجهة نظره إن مفيش تكافؤ فرص مع الثلاث فرق المنافسة. فبصراحة ما بقيناش عارفين الأهلي يعمل إيه عشان يعمل لهم تكافؤ فرص. البعض بيحاول كالعادة ماشي على طول الخط تشكيك في بطولات النادي الأهلي، وبيدعي أسباب هو بنفسه عارف إنها أسباب وهمية ومش حقيقية، لكن الغريب ان هو بيتعرض لبعض المصطلحات. انا اتمنى من اي رياضي او اي حد يطلع على الشاشة يعني ينقب نفسه من ان هو يتعرض للمصطلحات دي. نشوف الكابتن بشير التبعي في احد القنوات الفضائية وهو بيتحدث عن فكرة التنافس مع النادي الاهلي اللي مش هيقدر حد يوصل لمكانة النادي الاهلي، والاسباب اللي من وجهة نظره هو شايفها ايه. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. لما الاهلي يعمل الحاجات دي كلها لازم برضو يشوفوا الشروط بتاعتهم هتمشي هناك ولا لا، يعني اختاروا الحكام والدواعي الامنيه والحاجات دي برضو لازم برضو الحاجات تبقى مجهزه. يعني مش هينفع من غير الحاجات دي خالص. والاهلي بيختار حكام في افريقيا؟ في يعني لا موارش. خلينا بس احنا بنتكلم، ما انا بتكلم وبرد اهو. ايوه احنا بنتكلم في بطولات، احنا بنتكلم في ارقام وفي امثله، مش مجرد احنا مش بنسترسل كلام بنضيع بيه وقت. خالص والله بنتكلم على نادي وصل دلوقتي لارقام محدش عملها. لا ما حدش يختلف على كده. المهم يعني مش نوع ان انا بنقول الارقام ان احنا نضايقك، لا خالص، لا احنا عايزين الزمالك. انت تضايقني لو بتقول حاجه؟ لا لا لا، ما عشان كده انا بتكلم ليه. الراجل ده بنتكلم بالارقام. فانا على فكره اتمنى ان الزمالك يبقى نفس ارقام الاهلي. لا مش هيحصل. اتمنى الاسماعيلي يخش يبقى فيه ارقام. اتمنى يبقى في فرق كتير يبقى فيهم منافسه. مش هيحصل. لما الاول النادي الاهلي يلعب في الاسماعيلي ويلعب في المصري والدواعي الامنيه والحاجات دي كلها، وما يقدرش ياجل اي ماتش ولا يتكلم على اي حاجه. طيب انتوا متخيلين قبل الفيديو ده بنتكلم عن النادي الاهلي اللي بيلعب بدون لاعبيه الدوليين المنضمين للمنتخب الاولمبي، ويطلع بنغمه. انا شايف ان ما يصحش تخرج على الشاشات المصريه ان حد يشكك في نوايا الامن المصري، اللي هو باكيد بيكون شايف ابعد من اي لاعب سابق ممكن يشوفه. فما ينفعش يا كابتن بشير التبعي تكون عاصرت النادي الاهلي وانت لاعب وشفت على ارض الواقع وعلى ارض الملعب ازاي النادي الاهلي بيتفوق على نادي الزمالك، سواء كان في فترات تفوق نادي الزمالك او فترات تفوق للنادي الاهلي، لكن حتى في فترات تفوق نادي الزمالك كان ليك وقائع مع مباريات القمه كانت صعبه. اعتقد كنت بتشوف ازاي النادي الاهلي في المدرجات جماهير النادي الاهلي هي اللي بتكسو المدرجات، برغم ان انت كنت بتقول في افضليه لنادي الزمالك فنيه. النادي الاهلي تحقيق بطولاته يا كابتن بشير انت بالتاكيد عارف كويس قوي داخليا ان هي مجلس اداره محترم، جهاز فني محترم، جماهير بتدعم اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الاداره. النادي الاهلي نجاحه عباره عن نجاح منظومه، مش شخص فردي بيتحكم في القرارات او بيتحكم في مصير النادي، او ان النادي الاهلي بيدخل ابنائه في قضايا يزعزعوا استقرار النادي الاهلي. فاعتقد انت خانك التوفيق تماما في التعبير عن اسباب فوز النادي الاهلي واسباب تفوق النادي الاهلي على منافسيه. اكتر منهج انا كون سعيد بيه كمشجع اهلاوي
هو المنهج اللي بيتبعه كابتن بشير عمره ما بيضرني، لان ده المنهج اللي انت بتهرب بيه من اي حقيقة ممكن تساعد نفسك بيها وتعرف فين مشاكلك. كابتن بشير زي ناس كتير جدا قررت ان ما تعرفش فين مشاكلها وقررت ان تاخد اسهل شماعة تهرب بيها من واقعها، فيبقى النادي الاهلي اللي حقق بطولاته من 1907 واول ما بدأ النشاط الرياضي وازاي النادي الاهلي كتب تاريخه، يبقى التاريخ ده كله ما كانش فيه فرصة للزمالك ان هو ينافس. ما احناش في موقع ان احنا نرد بكل الوقائع التاريخية، ولكن سعيد جدا ان المنافس يكون عنده بعض الناس بتفكر بالعقلية دي. بس ياريت كابتن بشير كان ثابت على ان الزمالك ما بيبقاش عنده فرصة ينافس. كابتن بشير نفسه كان عنده رأي اخر في فترات توهج فيها نادي الزمالك، كان شايف ايه الاسباب. نطلع ونشوف كابتن بشير قال ايه. يعني هجيب واحد في تاريخ نادي الزمالك احرز 6 بطولات في سنة واحدة، يعني انت تعتبر الجيل الذهبي لنادي الزمالك. يعني بشير التابعي واحد من افراد الجيل الذهبي لنادي الزمالك اللي احرز 6 بطولات في سنة واحدة. خدوا 3 دوري في 4 سنين. ازاي ده وصلتش برضه يتكرر تاني مع نادي الزمالك؟ ايه اللي كان متوفر لكم ساعتها؟ استقرار مجلس إدارة، وكان فرقة الكورة دي مفصولة عن مجلس إدارة خالص، وأي مشاكل خارجية داخلية فرقة الكورة في حتة ومجلس إدارة في حتة تاني. أنا واحد من الناس أوين وعاوز أقول لهم كلمة، أنا مفيش سنة عدت عليها من ساعة ما مضيت في نادي الزمالك ما خدتش بطولة. سواء كاس بقى أو دوري، مفيش سنة عدت من غير بطولة عليها في نادي الزمالك. فجأة طلع كان كابتن بشير بيعيش لحظات مفيش سنة بتعدي عليه من غير بطولة، قال 3 دوري في 4 سنين. هو ده كان كابتن بشير اللي شاف ان السبب الاساسي كان الاستقرار. طب يا كابتن بشير، الاستقرار ده جاء في الاساس في التسعينات بفضل تعيين الدكتور كمال درويش ليدير نادي الزمالك، وكان في حرص على استقرار النادي. هذا الاستقرار اختفى في فترة ما نتيجة اشياء داخلية تامة تتعلق بنادي الزمالك وتتعلق بأشياء تخص انتخاباته أو آراء الجمعية العمومية أو صراع بين متنافسين، شأن داخلي تام. إذن النادي الأهلي كان طول الوقت خارج المعادلة، ونجاحك أو عدم نجاحك مرتبط بيك أنت، لم يكن أبدا مرتبط بالنادي الأهلي. تمنى كابتن بشير تحافظ على منهجك اللي بيخلي النادي الأهلي متفرد. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر فقرات الاهلي خط احمر. البعض بيتحدث عن فكره اللائحه اللي بتحكم الدوري المصري، وحصل لبس متعمد عند البعض عشان فكره تفوق النادي الاهلي في المواجهات المباشره مع نادي الزمالك، وبداوا يروجوا لفكره ان اللائحه تم تغييرها بعد مباراتي القمه. لو اتكلمنا حاليا عندنا الحاج عامر حسين رئيس اللجنه السابق او الاسبق، كان له كلام في فيديو واضح جدا وصريح جدا بيتكلم عن ان اللائحة كانت من سنة 2010، فنطلع نذكركم بيها عشان تبقى الامور واضحة. نشوف فيديو الحاج عامر حسين. الحقيقة ما مسكت اللجنة في 2010 كان اول مرة برئيس اللجنة، قبل كده كنت عضو لجنة مسابقات. جبت اللائحة بتاعت الاتحاد الدولي. واخدت 90% من البنود اللي ممكن تمشي معانا في الدوري المصري، حطيناها في اللائحة. وبالنسبه للمنافسات في البطولات كان كل اتجاه العالم ان هو لغي موضوع الاهداف وبيتجه للمواجهات المباشره، عشان كده نقلت من موضوع الاهداف اللي هو كان اول حاجه للمواجهات المباشره تحقيقا للعداله اكتر. لان حضرتك لو تفتكر او الناس القديمه شويه يفتكروا ان كان في لغط كتير على التلاعب في المباريات في المرحله الاخيره. المواجهات المباشره في الاربعه اللي فوق والثلاثه اللي تحت، وما عملتش المواجهات المباشره في الجدول كله خلاص. يعني ليه ما عملتش موضوع المواجهات المباشره في الجدول كله خلاص في تحديد؟ تعمل لك لخبطه مع عدد كبير من الفرق، تعمل لك لخبطه جامده، تعمل لك لخبطه. ده هيبقى كاس ده، هيبقى كاس ده، ممكن 5 6 فرق، وفي الاخر ما لهاش اهميه حاجه، لكن تلعب المسابقه. الاربعه اللي فوق ممكن بيلعبوا ابطال دوري الكونفدراليه، والهبوط عشان لازم تحدده عشان الفرق اللي صعبه. اعتقد الكلام واضح تماما. من 2010 اللائحه دي موجوده يا فارس، والحاج عامر حسين بيقول لك شاف الفيفا وعمل زيها في مصر. ما كانش الحاج عامر حسين بس، ده كمان رئيس اتحاد الكوره كابتن احمد مجاهد اكد نفس الكلام. نطلع ونشوف الفيديو.
بالنسبة للائحة لبطل الدوري واللائحة للهبوط، يعني إذا تساوى مثلا الثلاث فرق اللي هتهبط مع بعض في النقاط مثلا. النادي دي مش محتاجة، دي مش محتاجة جدل خالص. جدل المسابقات تنتهي بالمواجهات المباشرة سواء في بطولة الدوري. عندنا على فكرة احنا عندنا صعود في الدوري الممتاز للمواجهة المباشرة. حصل صعود في الدوري الممتاز أساسا بالدوري، فده حصلت بالفعل. ايوه حصل صعود من القسم الثالث للثاني بالمواجهة المباشرة، حصل هبوط من القسم الثاني بالمواجهة المباشرة. الدوري الممتاز صعودا وهبوطا للمواجهة المباشرة طبعا. طيب ولم يتم التعديل، لم يتم تعديل اي شيء بشروط ولا يخطى قواعد المسابقه فيما يخص تحديد البطل او تحديد الهابط بالمواجهات المباشره. ده كلام الجميع، ولكن وعد هنا من الاهلي خط احمر. الاهلي اصلا مش هيوصلنا لمرحله حسم لقب الدوري بايه، هيكون حسم لقب الدوري بفارق النقاط لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. استمتعنا بيكم ان شاء الله، قول ان شاء الله طبعا، ونعدكم ان سيظل النادي الاهلي في عيون جمهوره ومحبيه وكل المنتمين ليه خط احمر. نشوفكم على خير.